اليوم من اختياركم، يوعني ولا ما يوعني؟ يلا بينا. حلقة جديدة من يوعني ولا ما يوعني. كتبت بالانستغرام شنو تقترحون علي، طباخين او فنانين بالطبخ موجودين على الانستغرام، ويتني اقتراحات وايد حلوة، وبناء على هذا اخترنا اكثر واحد انتو اخترتوه. يعني الحلقة اليوم من اعدادكم، للأمانة ما حضرت ولا شيء، يا دوب شغلت اللابتوب، شغلت الكاميرا وشغلت المايك، بس ما سويت شيء ثاني. الحين بندش على اخونا بدر الشايجي، وهو اكثر واحد حصل على تصويت عندنا بحسابنا بالانستغرام. ذكرت شغله قبل لا نبلش، اشتراك لايك شير، طالع المقطع الاخير، شغلوا جرس التنبيهات، هذه قاعدة ذهبية حق قناة الكيل، عارفينها ما يحتاج. نبلش ويا بدر الشايجي، يلا بينا. نبلش ويا اخونا بدر الشايجي، والنعم اكيد فيه، من الكويت. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا بالكويت. ملاحظة يا جماعة، اللوجو ماله حلو، كرياتيف شوي، يعني بدر الشايجي وحاط لكم الجيب النص، في اكشن يعني. حلو حلو، يعني من تشوف اللوجو هذا راح تقول هذا بدر الشايجي، فالشغلة وايد حلوة. الله يعطيك العافية عليها. خندش على البوستات ونعيش. اوكي خندش. ايش علاقة الموضوع؟ في شيء؟ في ربط؟ رايكم احلى ايس امريكانو؟ انا ستاربكس رقم واحد وبعدين كاريبو اثنين. خل ادش ويا انا امريكانو، مو وايد قوي جاي الامانة، بس احب كاريبو، واحب حب ثلاثة أرابيكا. أرابيكا أرابيكا حلو الاسم، أرابيكا شي تقول. حلوين. ندش على اللي بعده، نشوف أكشنات بدر الشايجي. هوت دوغ، بس مو كاتب أي تفاصيل ثانية، خلينا نشوف السناك اللي هاب فيها اليوم، نشوف طريقته. السكينة كأنه ما تقصاب، ما أدري يعني، أحس الهوت دوغ وايد على إنك تجيب له سكينة مثل هذه اللي توه. طبعا الغمد ماله، الغمد كنا مو يسموه كذي. حلوين. الميكرويف دقيقتين ونص. كذي يعني هذا طبق او هذا السناك بين الوجبات. صد صاير هبتك الموجه طقطق. بداية كلش مشجعة، اتوقع انه قاعد يتغشبر، اتوقع اكيد. انزل خلينا نشوف لنا شيء يغرينا، يكون يعني في اكشن. خلينا نشوف هني شنو علاقته بالوست اللي قبله. لما انا اول مره ادش على حسابه ودق. الله بالخير يا جماعه، شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. توني منزل وصفه بابلكيشن تطبيق وصفات، وايد خطيره، عباره عن صينيه لحم سريعه ولذيذه جدا، نفس اسمي شيف بي جي اس. تحملوا الابلكيشن شوفوا الوصفة ودعوا لي، وايد سهلة. أوكي. ولذي. بعدين شوف موضوع وصفات. خندش على الطبخ الصجي. أوكي. ما أدري شنو هذا، بس بدش عليه. شنو تحبون أكثر، الصدر ولا الفخذ؟ ننظف الدياي ونشيل الظهر. أوكي. ما في وايد تفاصيل. خلينا نشوف. ديايات من جليلي خلصت. أوكي. نظف الدياي، نشيل الظهارة ونالي نبخرها بالباربيكيو وكركم وملح وفلفل الأسود، وآخر شيء شكر وزبدة. تالي بالفرن فوق وتحت تقريبا حبتها ساعة وربع. أوكي. شوف اللون، شو تفضلون أكثر، الصدر ولا الفخذ؟ عن نفس الفخذ. الأمانة ما وصلت للفكرة للحين، يعني أنه طابخ دياي وحاط عليها تتبيلة وحاطها بالفرن. شوف غيره، شوف نبي أكشن. أوكي كورن فليكس مع كندر. أوكي خلينا نشوف. اسمع هذه الكنافة البوم، شوف طريقتها. نص علبة الكورن فليكس هذا انكسره شوي، يكون مناعم وايد كذي، زبدة سائلة. أوكي. كوب حليب، كوب كريمة، علبة كيمر. أوكي. مزرولة المبشورة، قفشتين نشا. الحين على النار هادية لين تذكر الخلطة. هذه الخلطة كذي. دهنت الغالب بزبدة. حط الكورن فليكس. واضغط الطبقة حتى الصلصة اللي سويناها. الحين مزرولة كل مكان. طبقات الكورن فليكس آخر شيء. الحين بالفرن حرارة من تحت. صابع الكندر مع شوية كريمة.
ايوه وي حار نحط الكندر صوص نجرب حالاتها معتدلة حيل وزن صح طعم صح أمانة يبين الريال لا يعني لا في الطبخ بس على الكورفليكس والثاني لا مو متشجع خلينا نكمل وشكل الحشو لذيذ أمانة بس وين طبخ وين الأكشن للحين أغرب حلقة يوعني ولا ما يوعني للحين ما دشيت بالمود قبل أشغل فيديو بقرأ فيكتوريا كيك مكونات 8 حبات بيض طحين 400 ملي سكر بيكنج باودر 15 اوكي ملح زيت 75 باي اوكي خلينا نشوف خلينا نشوف كيك تشالنج مال امبرس يا ويلكم راح اتحدى وياكم بيض نحط وياه لازم بنل شوي بالخلاط ننزل الشكل الحين مالنا والملح والبيكنج باودر مع بعض الحين على البوتس مال الزيت اوكي عليهم شويه تطحين حلو حب الغوالب نفس الكميه اللي تحطونها هني تحطونها بالغوالب الفرن اللي تستوي نسوي الكرنه بالطريقه اللي تحبون بالساعه يبردون نقص الطبق اللي فوق ايوه كاو مع شويه كريمه بالحمام الماء او مايكرويف في الكندر بالطبقه الاولى الطبقه اللي فوق نحط كريمه واحد مزج يسوي اكشنات كذي تأليفات خفيفه كذي يحط كندر مع كنافه مع كورفليكس للحين ما دخلت بالمود يا جماعه تخيلوا شوكليت صوص ايوه شوكر باودر انا هذا التحدي مالي ابي اشوف طريقتكم يا جماعه بالهاشتاج اللي راح احط لكم تحت بالكومنت كيف شكل كلش مو وصلتني الفكره يعني يمكن انا ليش ما تابعه مو فاهم شنو القصه بس خلينا نرجع بوستات قديمه شوي نطالع ملاحظه مهمه يا جماعه حسابه شخصي مو طبخ 100% حشاكم جواتي مصور ويا عياله الله يحفظهم او اهله يعني الله يحفظهم خلينا نشوف التشيز كيك تشيز كيك القاعده بسكوت دايجستيف مكسر و شنو هذا 1 ملي اوكي بس كنا 1 ملي شويه وهذا مو 1 ملي 100% كان سنتي يمكن خلينا نشوف خلينا نشوف عدة التشيز كيك دايجست مكسر مع صبع زبدة ندتش القاعدة عدل ندتش يعني نكبس توبينج نجيب التوت قفشة شكر نص ليمونة عصير على النار بس عشان يصير مثل مربع أو توبينج الحين الحشوة اللي داخل راح أسجلها لكم تحت بالكومنتس شكر البودر نص قشر ليمونة والعصير مالها مستوى ماك مطاعم اللي تطلبونها ولا سعت الليمون بين حيل بعد شيء خطر صغيرة اوكي يعني حسابه راح تلقونه بصندوق الوصف انا دشيت على وايد بوستات للحين وللحين مو فاهم شيء فلكم الخيار تقيمونه يوعني ولا ما يوعني طبعا برنامجنا اكيد السلسله اللي احنا فيها الحين 0 من 10 ما يوعني 10 من 10 يوعني اوكي خلينا نشوف طاجن هني ان شاء الله نلقى طبخ يعني اذا مشتين ستيكات تبون تسوون ستيك نايت اوكي قبل الحين ستيك نايت حلو ننظف البطاط نخرم البطاط شوي الرازمري نقصص كم طماطم ويبات الثوم بهارات التركية زيت زيتون مشروم المرة بس الاستعدادات وعليكم انتو الطبخ المشروم مع بصل وثوم نحمسهم نحط كريمة والصويا صوص تقدرون جبن قراص بس نبخرهم فلفل أسود من الصوبين خليهم يرتاحون ساعة والشوية المعتادة اللي كل مرة أسويها لكم البطاط راح يكون بالفرن مدة ساعة من فوق وتحت حرارة 180 مشتي ستيك خلي يجرب الطريقة ويدعي لي هو الحين خلكم من يوعني ولا ما يوعني الريال دش قلبي للأمانة ما أعرفه بس يعني روحه حلوة خفيف شي تحسونه خفيف على القلب سبايسي صوص يفوز حتى كلاسيك اوكي سبيشل ما عجبني كلش ما فاهم خلينا نشوف شو السالفه
تجرب ثلاث صوصات. اوكي. نجرب. توقع السبايسي اللي راح تكسر الدنيا. اوكي في بوست ثاني له علاقه ضار بالصوصات يعني. اوكي هذا الكلاسيك صوص البتروب يوناني، قفشه صغيره صويا صوص، قفشه صغيره زيت زيتون، مخلل مقطع، ثلاث كفاش رانش صوص، قفشتين مايونيز. اوكي هذا السبايسي صوص وصوت شكله تمامي، قفشه زيت زيتون، حلبينو مقطع، ثلاث كفاش صوص الثوم والفلفل هذا، والله رشه ملح الثوم، قفشتين مايونيز. هذا السبيشل صوص روب عادي، خمس كفاش مايونيز، ثلاث كفاش تشيلي صوص، رشه ملح. هذول يا جماعه الخير الثلاث صوصات راح نشتغل عليهم ان شاء الله خلال الفتره الجايه، يعدون تقريبا من اسبوع لاسبوعين اذا كانوا بالثلاجه، السبيشل والكلاسيك والسبايسي. انا اتوقع السبايسي يفوز، انتوا ايش رايكم؟ الكلاسيك عجبني شكله، شكله الذ، ما ادري الذ من السبايسي. اوكي خلينا نشوف اخر بوست. اخر بوست طبعا المقطع فيه موسيقى، اخاف انه يصير يعني مشاكل كوبي رايتس وكذي فما راح احطه. شلون تحبون درجة تسوي الستيك؟ انا ميديوم الى ميديوم ويل، انا احب ويل دان صراحة، ودائما الناس تناشبني على هالسالفة. اتوقع كتفينا يعني صح ولا خلينا نقول يوعني ولا ما يوعني. يلا بينا. لاول مرة ما اقدر احكم يا جماعة، يعني الريال ما اعرفه شخصيا وشفت وايد ناس قاعد يتكلمون حط فقرة يوعني ولا ما يوعني، بس ما شفت طبخ أمانة يعني، بوست بوستين ثلاث يعني هم اللي فيهم بالطبخ والباقي أكشن كذي يعني، واحد قاعد يستانس بكاونته يعني. هل أحسبه من ضمن يوعني ولا ما يوعني؟ أحس ما له شغل يوعني ولا ما يوعني، حساب شخصي، حساب شخصي 100% يعني، مو مخصص حق الطبخ، مبين يعني فن أكثر مما هو حساب طبخ مثل الباقي اللي يمكن طلعوا ويانا بالحلقات اللي طافت. أوكي يعني أنا أطبخ وبنفس الوقت عندي حياتي الشخصية وعندي أشياء اللي احب اسويها واحب الف مثلا اشياء جديده، فانا بالعكس احييه على هالشيء، بس ما الحلقه غريبه يعني ما لها مقياس مع يوعني ولا ما يوعني. فتحياتنا حق اخونا بدر الشايجي، وراح تنزل ضمن السلسله بس انا ما راح احط تقييمي، ما نملي عليكم اي شيء، هذا راينا وهذا تقييمنا الشخصي. بالنهايه شنقول؟ عفوا الله، سلام.